يعني بعد ما كندا هي اللي كسبت التحدي الاولاني، هنشوف بقى الاسره الثانيه هتشد حيلها ولا لا، وهنشوف ياسين كمان ولا ميتا هيعملوا ايه. بس جاهزين الاسرتين عشان نخش على الاسئله اللي بعدها؟ صح وغلط، يلا صح وغلط بينا. يعني لازم بقى سرعه جدا جدا جدا. اوكي يلا يلا هشاور على الاسره. يجب ان تحتوي الوجبه الغذائيه المتوازنه على المشروبات الغذائيه. لا صح. لا صح طبعا. صح ايه ده؟ انت صح اول واحد. وانت قلتي غلط. انا خدت بقى الام بقى، انا خدت بقى هنا لا الام بتتاخد بكلامها. الام بيتاخد بكلامها. طب نعمل ايه؟ انتوا صح ولا غلط؟ شايفين ايه؟ صح صح اكيد يعني. ماشي اوكي. السؤال الثاني، الاطعمه المقليه صحيه اكتر من الاطعمه المشويه؟ غلط. غلط. برافو. ده اتشال الكلام. مين قال اه؟ مش عندنا عندهم. السؤال الثالث، ارمسترونج اول واحد طلع على القمر؟ مين؟ أرمسترونج. غلط. لا صح صح غلط. اعمل ايه يعني؟ اخد ايه دلوقتي؟ المفروض تاخدي اول اجابه. اخد الغلط. لا إيه؟ لا صح. غلط ولا صح؟ غلط. 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 للاسف هو صح. انت يا كنت انا جماعه انا بقول صح. طيب لو قلنا مش هنتخانق. دافينجي هو اللي رسم الموناليزا؟ صح. صح صح طبعا. سمك القرش هو الكائن ذو الدم الازرق؟ غلط. لا غلط. امال مين؟ الدولفين. لا الاخطبوط. اكتوبس. برافو الاخطبوط. السؤال هنا، الحوت الازرق هو اكبر حيوان على وجه الارض؟ صح. برافو، ايه الشطاره دي. ماشي، في مهمه تانية، اختاروا من عندكم حد بسرعه واختاروا من عندكم حد بسرعه. ياسين و عمر. عمر يلا تعالى جرب يا عمر. ماشي، شايفين دول؟ تعالوا بصوا، واقف كده جنبي وانت واقف جنبي، وكل واحد هياخد الاطواق دي، وكل واحد هيحاول يحط الطوق طبعا بتجيب جون في المسلسل. اوكي نبتدي. استنى 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 بعمر. يلا يا عمر. عمر تجيبها في الاصفر. يلا يا عمر. لا تجيبها في الاحمر. برافو. يلا يا عمر بيلخبطك. يلا لا لازم الخبطه. الله على الاسره مش بتشجعوا لي يلا يا عمر. يلا يلا فوق عمر. لا حاول تدخلها انسايد. برافو مش باين. اوكي يلا اه زي كده يلا يلا. ولا اي واحده دخلت ما شاء الله. الله يرميها كده ماشي عمر. كده يا عمر كده ولا اي كده كده بقى يا سيد. ما تجيش الحمد لله. يلا نلم بسرعه الاطباق ونرجع مكاننا. ولا اي حد نجح في المهمه دي خالص. ماشي نخش على الاختيارات. تعالوا يلا تعالوا بقى نقول الاختيارات بتاعتنا. شكرا جدا جدا جدا. جاهزين؟ السؤال للاسره دي، مخترع تقويم ال 365 يوم، الامريكان المصريين اليونانيين؟ المصريين. اليونانيين. اخر كلام؟ برازيل. بقول لك الامريكان المصريين اليونانيين. اليونان 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 اليونان. ممكن بالانجلش. المصريين صح. ممكن بالانجلش. ايه اللي اخترع ال 365 يوم؟ اللي اخترع انجلند. نوت انجلند. ايجيبت. يو نو مصر. ماشي مصر. اه يلا السؤال ده، مخترع الهاتف جراهام بيل ولا نيكولا تسلا ولا تايلر فرانسورث؟ جراهام بيل. جراهام. لا وفي ثقة. ماشي اللي بعده. صح. الدولة اللي عاصمتها بغداد، سوريا، الأردن، العراق؟ العراق. العراق طبعا. أنت ليه بتجاوب على أسئلة مش معانا؟ إجابات مش معانا. طيب عاصمة أسبانيا، إشبيلية، برشلونة، مدريد؟ برشلونة. يا ابني يا ابني يا ولاد. برشلونة. مين؟ برشلونة. برشلونة؟ لا مدريد مدريد سوري. اخد اني هنا مدريد. مدريد. مدريد ايه يعني؟ مدريد. اخر كلام؟ اه مدريد. ماشي. عدد اللاعبين الاساسيين في فريق كره اليد؟ سبعه سته خمسه. 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 غلط. سبعه. سبعه. الدوله التي لم تغيب عن كاس العالم لكره القدم، انجلترا، فرنسا، البرازيل؟ ما غابتش ولا مره. انجلترا. البرازيل. البرازيل اجابه صحيحه. فاصل ونرجع نكمل لعبنا تاني على طول.